أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون، أنا مالي مذنون. يا مدحة مدحة، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، وسوريا نادت فيا، رب السما محيي يا سوريا، يا محلاها الحرية، سوريا حرية. سلفة مندى إلا دقية يلا يا الحرية يلا يا محلاها الحرية وطقوا موتوا بعصية والأسد فقد الشرعية راحت المحسوبية بثورتنا السلمية يا محلاها الحرية يا محلاها الحرية يا الله، ليش شعب سوريا ما عاد حبني؟ ليش بدهم يحاكموني؟ ليش بدهم يسقطوا النظام؟ والله أنا ما قتلت قد اللي قتلهم أبي بحما. شو هالكوابيس هي اللي ملازمتني من 7 شهور؟ شو هالكوابيس؟ لك شو هالكوابيس؟ حاضر سيدي، شوفي سيدي، شوفي شو صاير، شو صاير سيدي؟ والله ما عم بقدر نام من الكوابيس، عم تنخر براسي نخر. اليوم كان الكابوس اسقاط النظام. اسقاط النظام؟ لا لا يا سيدي، لك انت ليش خايف يا سيدي؟ ما في اسقاط نظام. هلا انت لازم ترجع تنام يا سيدي، لانه بكره الجمعه وبكره عندنا شغل كتير. بعدين يا سيدي خلصت وسوريا بخير. يعني شو حيسموها جمعه بكره؟ والله يا سيدي لسه بالتصويت، ما سموها يعني. اوه طيب، يلا يا سيدي يلا، ولا يهمك يا سيدي. يعني ما حيسقط النظام؟ لا يا سيدي ما بيسقط، نحن اقوياء يا سيدي، اقوياء ما بيسقط. يلا يا حبيبي يا سيدي، يلا نام نام يا حبيبي يا سيدي، يلا تنام يلا تنام، لدبح لك أهالي الشام، تجر حلب ما بيقوموا حتى لو سقط النظام. والله إنه تجار حلب مثل ما قال مفتيتي حسوني إنه عقلهم كبير، ما عملوا مظاهرة. بيشو الحندق حرف السين بيتنقى، والمندسو ما بيلقى أكتر من فشك زرقاء. لا 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 تعتصموا لا تعتصموا لا تعتصموا لا تعتصموا لا تعتصموا لا تعتصموا، اعتصموا بكفر سوسه. شوفي يا سيدي، شوفي، اعتصموا بكفر سوسه. شو عم تقولي؟ وطي وطي يا سيدي. لا وين بده يعتصم يا سيدي؟ مين بده يعتصم؟ مين بده يعتصم يا شبيح يا حيوان؟ اه اعتصموا بالكابوس. بالكابوس سيدي؟ خلص أنا صار لازم حط حد لهي المهزلة والكوابيس. وشو بدك تعمل يا سيدي؟ خلاص بدي اتنحى. بدك تتنحى؟ لك شو مجنون انت؟ لك شو حيوان انت تتنحى؟ شو فكر الشغلة بإيدك يعني؟ لك شو تتنحى؟ ما تتنحى يعني يا سيدي، يعني بقصد يا سيدي انه 99 من الشعب معك يا سيدي. ايه يا سيدي، يعني تجار حلب معك يا سيدي، تجار الشام معك يا سيدي. يا سيدي يعني مين اللي عم يعطي مصاري للشبيحه؟ مين اللي عم يطلع سيارين يوم الجمعه؟ مين اللي مسك المتظاهرين بالحمديه؟ يلا يا سيدي يا حبيبي، انت هلا لازم يلا يا سيدي، يلا تعال يا سيدي يا حبيبي، يلا يا سيدي لازم انت تنام، لانه نحن كلياتنا يا سيدي منحبك منحبك من
من حبك من حبك من حبك من من سيدي 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 هم يا سيدي سقط النظام سقط النظام مهروب لك هذا كابوس يا غبي لك سيدي هذا مو كابوس مو كابوس ارمي سلاحك مهروب سقط النظام يا سيدي سقط النظام يلا باي يا سيدي يا سوريا لا تخافي بشار بعد القذافي سقط النظام يا سوريا لا تخافي بشار بعد القذافي لازم احكي مع احمد نجاة واهرب على ايران يا سوريا لا تخافي بشار بعد القذافي يا سوريا لا تخافي بشار أعزائي المشاهدين مع برنامجكم اليوم من سيقتل المليون المتسابق بشار الأسد من سوريا شلون المعنويات؟ ممتازة من هو أغبى شخص في نظامك؟ يسفني إلا جوابك يلعن شرفك على شرف البرنامج